للاسف في البدايه طبعا هارد لك للنادي الاهلي، لكن ما حسيتش ان النادي الاهلي نازل للجيم عارف هو عاوز يعمل ايه. الشوط الاول لعبت جيم دفاعي باين قوي، طريقه اتحولت ل 4 4 1 1، ناصر بينزل تحت مروان في الشوط الاول، وارتداد اجايه ورمضان على نفس مستوى نيدفيد وعمر السوليه. الشوط الاول مالكش شبه، اللهم ان واحده بس هي اللي خطيره في الشوط الاول في النواحي الهجوميه. في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني كان ليك اخطر فرصه في المباراه، يمكن بتاعه كريم نيدفيد اللي حاول يحطها بشماله وخبط مع من الاول الحقيقه ناصر ماهر وطلعها الجول، مظبوط، ورجع الثاني اجايه هدف المفروض لكن بيلحقها حارس المرمى، بتنزل لكريم نيدفيد، يعني كانت غريبه شويه دي حقيقه. لكن في نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام لفتت نظري وانا قاعد بتفرج عليها، حسيتها ان اول لما الشناوي اتصاب انا حاسس ان مفيش ليدر في النادي الاهلي في الملعب، مفيش واحد يقدر يحتوي الفرقه، مفيش واحد قادر يوجه الفرقه، مفيش واحد قادر يقول للفرقه مثلا ان دي اخر فرصه فلازم يبقى في حرص عليها. في نقط معينه ان في ليدر في الملعب، ان فيتا كلوب في اخر دقيقه او دقيقتين من الوقت البدل الضايع بيعمل تمريرات مش عاوز يروح على مرمى الاهلي عشان ما تنتهيش الهجمه، وبالتالي الاهلي يبدا يعمل هو هجمه. مفيش حد مثلا قال لفرقه الاهلي ان احنا لازم نضغط ونستخلص الكوره، لان هو المقصود من عندهم ان هو يعمل تمريرات كتيره. ما حسيتش ان في ليدر في تيم النادي الاهلي بعد خروج الشناوي وفي نص الملعب بالتحديد. لكن كنت اتمنى ان لكن هي دي الكوره زي ما كابتن عماد قال، توفيق وعدم توفيق. الهدف ديفليكشن في محمد هاني، خدعت علي لطفي اللي بالمناسبه ادى مباراه جيده جدا. تمام كابتن عماد، على الجانب الاخر برضو في